طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان، أنا اليوم جيت باش نود دعوة واحد الأخ ديالي وواحد الصديق ديالي. اليوم الخيرات أبناء مدينة طنجة، اللي طنجة اليوم كاملة كتشعر بالألم وبالحزن اللي فقد واحد السيد اللي كان كيدافع على طنجة وكان كيبغيها وعنده عليه الغيرة. الحمد لله حنايا، الحمد لله هذا الأسبوع اللي جاز لينا في طنجة الأسبوع ديال الحزن من بعد الفاجعة ديال المعمل اللي فقدنا فيها تقريبا 28 ولا 29 الناس. اليوم كنفقدوا بحال اللي فقدنا بزاف ديال الإخوان أعزاء وديال الأبناء ديال هذه المدينة. واحد السيد اللي بالنسبة لنا كان رمز، وكان واحد الابن بار ديال مدينة طنجة اللي ما يمكنلاش طنجة تنساه وتنسى المواقف ديالو وتنسى الدفاع ديالو عليها وتنسى الحب ديالو لينا. يونس ركتينا بالروح، ما موتيش، غتبقى ديما معنا وغتبقى ديما بالقلب ديالنا. ونطلب من الله سبحانه وتعالى كاملين وطنجة وكاملين يدعوا مع هاد الليلة هادي بالرحمة والمغفرة، اللهم ارحمه واغفر له، اللهم تقبل منه حسناته وتجاوز عن سيئاته. يا ربي حبيبي توقف معاه في هاد الليلة هادي وتوقف معاه في ضمة القبر، الله سبحانه وتعالى ما ينساش. والله سبحانه وتعالى والحديث الشريف وكنقولوا كاملين اللي مات بالمرض وكذا راه مات شهيد، اللهم تقبله مع الشهداء، اللهم سكنه في الفردوس الأعلى. أنا والله ما كنعرف ما نقول، تخونني الكلمات. يونس الشرقاوي شخصية وعلامة فارقة وشخصية ستظل محفورة في ذاكرة الطنجاويين. أنا نظرا الظروف ديالي والمرض ما قدرتش نجي ملي كانت الدنيا مجموعة وكذا، ولكن جيت ودعت وقريت الفاتحة على القبر ديالو، والله سبحانه وتعالى ياخذوا عنه في أعلى عليين. يا أمين يا رب العالمين، وشكرا جزيلا لكم.